الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب الاعزاء اليوم بدنا ناخذ شرح مكثف لفصل الطفرات وتاثيره الفصل الثاني من الوحده الاولى تمام هلا اي تغير في الماده الوراثيه يؤدي الى اختلال في عمليه بناء البروتينات يؤدي هذا الحكي الى حدوث الطفره يعني الطفره عباره عن تغير مفاجئ في الماده الوراثيه وهذا التغير يؤدي الى اختلال في عمليه بناء البروتينات وكلنا زي ما بنعرف انه الجين لازم يترجم لبروتين عشان البروتين يطلع الصفه الوراثيه اي خلل في الماده الوراثيه يؤدي الى خلل في عمليه بناء البروتينات وهذا الحكي يؤدي الى حدوث الطفرات طبعا تصنف الطفرات باختلاف نوع الخلايا التي تحدث فيها الى طفرات متوارثه وطفرات غير متوارثه وتصنف باختلاف العامل المسبب لها الى طفرات تلقائيه وطفرات مستحدثه الطفرات المتوارثه معناها طفرات تورث وهي تحدث في الخلايا أو في جاميتات الكائن الحي أو الخلايا المنتجة لها ما احنا حكينا انه باختلاف تختلف الطفرات باختلاف نوع الخلايا اذا حدثت في خلايا الجامتات جامتات الكائن الحي او الخلايا المنتجة لها بنسميها طفرات متوارثة ومعنى متوارثة انها تورث يعني تورث الى الافراد او تورث الى الابناء في حين تكون الطفرة غير متوارثة اي يعني لا تورث إلى الأبناء أو إلى الأجيال إذا حدثت في الخلايا الجسمية للكائن الحي زي مثلا خلايا العين خلايا اللسان خلايا الأنف أي خلايا جسمية إذا حدثت فيها طفرة لا تورث إلى الأبناء تمام أما بالنسبة للعامل المسبب فهي طفرات تلقائية وطفرات مستحدثة تلقائية تحدث الطفرات التلقائية نتيجة حدوث خطأ أثناء تضاعف ان اي يعني ان اي أثناء ما تضاعفه تحدث فيه طفرة هاي الطفرة بنسميها طفرة تلقائية وعلى الأغلب تحدث في الفيروسات والبكتيريا أما الطفرات المستحثة تحدث نتيجة تعرض الخلايا إلى خلايا الكائن الحي إلى عوامل مختلفة من العوامل الفيزيائية والعوامل الكيميائية طبعا متوقع أنهم يسألوك مثلا أذكر أمثلة على عوامل فيزيائية أو أذكر أمثلة على عوامل كيميائية المفروض فيك تحفظ العوامل الفيزيائية مثل الإكس راي أشعة جاما أشعة الشمس اللي هي تحتوي على اليو في الألترا لايت وهي الإشعاعات تعرض إلها قد يسبب سرطان الطويل طبعا تعرض طويل لها قد يؤدي الى الى الاصابه بسرطان الجلد العوامل الكيميائيه مثل الاسبست ودخان السجائر والدهانات والى اخره هذول الحكي لازم ينحفظ تمام اما بالنسبه للطفرات حسب التصنيف العام تصنف الطفرات بحسب التصنيف العام الى طفرات جينيه وطفرات كروموسوميه الطفرات الجينيه نوعين طفرات موضعيه وطفره موضعيه وطفره ازاعه والطفرات الكروموسومية طفرات تؤدي إلى تغير في عدد في تركيب سوري الكروموسومات وطفرات تؤدي إلى تغير في عدد الكروموسومات الآن نتناول الطفرات الجينية اللي هي نوعين طفرة موضعية قد تكون موضعية وقد تكون طفرة إزاحة كلمة موضعية يعني تحدث في موضع معين على الجين تمام موضع معين على الجين وسببها سبب هذه الطفرة الموضعية استبدال 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 زوج او بضعه ازواج من القواعد النيتروجينيه في جزيء الدي ان ايه وهو ما يؤدي الى تغير كودون او بضعه كودونات في الام ار المنسوخ شو معنى هذا الكلام شو معنى الام ار ان المنسوخ وخلينا نوضحه من خلال التالي طيب هلا اول شيء انا بعرف انه الدي ان موجود عليه جينات هلا كل نقطه على الدي ان اسمها جين جين والجين زي ما بنعرف مسؤول عن ظهور الصفه الوراثيه تمام هلا هذا الجين الاصل انه يترجم الى بروتين هذا البروتين مسؤول عن ظهور الصفه الوراثيه اي خلل في الجين يؤدي الى خلل في البروتين وبالتالي خلل في الصفه الوراثيه او حدوث الطفره تمام عشان هيك بنقول عن الطفره الجينيه طفره نقطيه لانها تحدث في نقطه على الكروموسوم او على الدي فلو انا اخذت هذا الجين وعملت له تكبير هيو كبرت الجين بدي اسمي هذا دي ان ليه لانه الجين جزء من الدي ان فهاي بدنا نرمز له بالدي ان وانا بعرف انه الدي ان يتكون من تتابع قواعد نيتروجينية أو نيوكليوتايدات من ضمن النيوكليوتايد زي ما بنعرف إنه في عندي قواعد نيتروجيني خليني أحط قواعد نيتروجينية افتراضية من عندي أدينين مثلا تايمين جوانين سايتوسين سايتوسين أدينين 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 تايمين سايتوسين سايتوسين هدول عبارة عن تتابع نيوكليوتايدات أو تتابع قواعد نيتروجينية موجودة على الدي ان اي او على الجين تمام هلا هذا الجين الاصل يترجم الى بروتين قبل ما يترجم الى بروتين المفروض ينعمل نسخه من الجين نسخه على جزيء اسمه الام ار ان اي الام ار ان المنسوخ اللي هو عباره عن نسخه من الدي ان اي ليه هلا الام نسخه من الدي ان يعني بيحتوي على كودونات ثلاثية كل ثلاث كودونات بتعبر عن حمض أميني تمام؟ فلما رأينا المنسوخ رح يكون عندي كوبي أو نسخة من الجين تمام؟ كوبي من الجين كل ثلاثة هون ثلاثة هون إذا الأدينين ينتسخ أو يرسيل التايمين أدينين الجوانين سايتوسين هلا جوانين جوانين تمام؟ هون عندي يوراسيل، 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 ادينين، جوانين، جوانين. لاحظ هذا الام ار ان اي المنسوخ، منسوخ من وين؟ من الدي اللي هي الجين. الجين تم نسخه إلى كودونات محمولة على جزيء الام ار ان المنسوخ. كل كودون من هاي الكودونات تعبر عن حمض أميني. تمام حمض اميني مثلا لو قلنا هذا الحمض الاميني جلايسين هذا الحمض الاميني فينيل الانين هنا ليوسين هنا اسبارجين هدول حموض امينيه وكودونات افتراضيه انا حطيتهم مشان اوضح كيف بتصير الطفره الجينيه الموضعيه تمام هذا الحموض الامينيه تسلسلهم مع بعض بنسميه عديد بيبتايد عديد البيبتايد هذا كله عباره عن البروتين هذا البروتين صحيح تمام هلا البروتين صحيح معناته ما عندي طفرة، لكن في حال حدوث الطفرة الموضعية. حال حدوث الطفرة الموضعية، طفرة موضعية كلمة موضعية يعني في موضع معين على الجين، يعني حدثت مش في كل الجين، بس في نقطة أو في موضع موجود على الجين. إذا هي طفرة استبدال، إذا تعريف الطفرة الموضعية طفرة استبدال زوج أو بضعة أزواج من القواعد النيتروجينية في زي الـ DNA. اذا هاي عندي جزيء دي او هذا الجين حدث عندي استبدال زوج او بضعه ازواج ليش حكيت مصطلح زوج لانه الدي عباره عن سلسله ثنائيه فهذا الزوج بصير له استبدال تمام احنا بناخذ بس تسلسل او سلسله واحده من الدي ان اي للتوضيح اذا لنفرض انا صار عندي استبدال السي تمام استبدلت بالتي تمام التي السي استبدلت بالتي اصبح الكودون اللي موجود على الجين تي سي ايه بدل سي سي ا وبالتالي الكودون الموجود على الام ار ان المنسوخ بطل جي جي يو سيصبح تمام اي جي يو هذا الحكي صار عندي اي جي يو كودون جديد اي جي يو بدل جي جي يو تمام؟ هاي طفرة بنسميها موضعية لاحظ هون ما صار تغيير هون ما صار تغيير هون ما صار تغيير التغيير صار في موضع على الجين عشان هيك بنقول عنها طفرة موضعية وهي عبارة عن طفرة استبدال زوج أو أكثر من زوج من القواعد النيتروجينية في جزيء الديان اي ويؤدي ذلك إلى تغير في كودون هاي كودون تغير أو بضعة كودونات على إن MRNA المنسوخ هاي معنى تعريف الطفرة ايه الموضعية تمام؟ هلأ الكودون الجديد الكودون الجديد ممكن يعطيني نفس الحمض الاميني فينيل الاني نفسه تمام بهاي الحالة بيكون تأثير طفرة الاستبدال اللي حدثت طفرة صامتة ليه؟ لأنها أعطتني كودون جديد لنفس الحمض الاميني وانا بعرف إنه الحموض الاميني او الحمض الاميني له اكثر من كودون الحمض الاميني الواحد له اكثر من كودون وبالتالي اعطاني كودون جديد لكن لنفس الحمض الاميني وبالتالي لا يحدث تغيير على البروتين الناتج لا يحدث تغيير على البروتين الناتج عشان هيك بنحكي عنها طفرة صامتة احيانا ممكن هذا الكودون الجديد يعطيني كودون لحمض اميني جديد خلينا نحكي مثلا ميتيونين لاحظ كودون جديد اعطاني حمض اميني جديد بهاي الحاله بنسميها الطفره موضعيه تمام مخطئه التعبير مخطئه التعبير ليش مخطئه التعبير اعطتني حمض اميني خاطئ مش نفس الحمض الاميني الاصلي في بعض الحالات ممكن الكودون الجديد يترجم الى مش حمض اميني يترجم الى كودون وقف وبالتالي يتوقف بناء باقي البروتين يعني لحد هون وما في عندي ترجمة لباقي الحموض الأميني وبالتالي يؤدي هذا الكلام إلى تكون نوع أو الأثر الثالث من تأثيرات الطفرة الموضوعية اللي هي طفرة غير معبرة غير معبرة ليه لأنها بتعطيني بروتين ناقص بروتين ناقص يعني او غير مكتمل لانها ادت الى تكون كودون وقف كودون وقف عشان هيك بنحكي عنها غير معبره لانها ادت الى تكون كودون وقف ادى الى توقف بناء البروتين وبالتالي تكوين بروتين ناقص اكيد ناقص لانه يفتقر لهدول الحموض الامينيه الثانيه تتكون شباب هلا اذا كمان مره الطفره الموضوعيه مهم كتير تعريفها هي طفره استبدال تمام هلا نتائجها صامته او مخطئة التعبير أو غير معبرة صامتة لأنها بتعطيني علل لماذا سميت بالصامتة أو لماذا تكون الموضوعية صامتة لأنها لأن تغير كودون إلى كودون آخر يترجم إلى الحمض الأميني نفسه فلا يطرأ تغير على البروتين الناتج ممكن يقول لك علل كمان لا يطرأ على تغير على البروتين الناتج في حال إذا كانت الطفرة موضعية صامتة بنقول لأنه برضه بيعطيني كودون جديد لنفس الحمض الأميني أو لنفس إلى الحمض الأميني نفسه والحالة الثانية أو النتيجة الثانية للطفرات الموضعية اللي هي مخطئة التعبير اللي شرحناها أه لماذا سميت أو علل مخطئة التعبير لأنها تعطيني حمض أميني مختلف عن الحمض الأميني للكودون الأصلي ومن الأمثلة على الطفرة مخطئة التعبير اللي هي الطفرة التي تسبب مرض الأنيميا المنجلية الحالة الثالثة أو النتائج الثالثة من الطفرات الموضعية اللي هي أنها قد تكون طفرة غير معبرة علل ليش بتكون غير معبرة او متى تكون غير معبره او ليش بتكون غير معبره لأ وذلك لان تغير كودون الى كودون وقف الترجمه ينتج عنه بروتين غير مكتمل او بروتين ناقص وممكن اقول لك ينتج عن الطفره الموضعيه بروتينا غير مكتمل او او بروتين ناقص علل وذلك لفقدان البروتين مجموعه من الحموض الامينيه الداخلي في تركيبه بسبب تغير كودون الى كودون وقف الترجمه فينتج بروتين ناقص إذا أنا هيك بكون غطيت الطفرة الموضعية خلينا نشوف طفرة الإزاحة سببها ونتائجها كلمة إزاحة يعني إنه كل الكودونات اللي موجودة على الـ mRNA بصير على إلها تغير أو بتنزاح من أماكنها هي معنى كلمة إزاحة لاحظ طفرة الإزاحة سببها إما إضافة زوج لاحظ إضافة زوج أو عدة أزواج من القواعد النيتروجينية إلى الجين أو حذف زوج أو عدة أزواج من القواعد النيتروجينية من الجين وذلك وبذلك تحدث إزاحة للكودونات في جزيء ان mRNA المنسوخ يعني كل الكودونات اللي على الموجودة على ان mRNA المنسوخ بصير لها إزاحة من مكانها وبالتالي يؤدي إلى تغير كامل في البروتين الناتج عشان هيك بنقول طفرة الإزاحة تأثيرها كتير أكبر من طفرة ليه لأنها تؤدي إلى إزاحة الكودونات في جزيء الام ار ان المنسوخ وبالتالي تغير في البروتين الناتج تمام خلينا نوضح شو معنى هذا الكلام طيب لو انا اجيت اخذت الدي ان اي هذا الحكي يعني جين خلينا نفترض انه انا عندي الجين تسلسل النيوكليوتيدات على الجين اي اي سي جي جي تي سي تي سي مثلا جي جي ايه تمام؟ هلا خلينا ناخذ الام ار ان ايه المنسوخ تمام؟ اللي هي الكوبي النسخة يو يو جي سي سي ايه جي ايه جي هلا سي سي يو تمام؟ هاي الام ار ان ايه المنسوخ، هاي الحموض الأمينية، خلينا نقول هون ميثيونين، خلينا نقول هون فينيل ألانين خلينا نقول هنا ليوسين خلينا نقول هنا آه، تريبتوفان تمام هدول حموض أمينية سلسلة الحموض الأميني مع بعض عديد بيبتايد وهذا الحكي بيعطيني بروتين بروتين صحيح هذا الوضع الطبيعي هلا في حال حدوث الإزاحة وإحنا قلنا الإزاحة سببها إما آه إضافة أو آه فقدان يا إما إضافة أو حذف اللي هي فقدان لنفرض صار عندي عملية حذف ل آه هاد الجي اللي موجود على الدي ان اي انحذفت تمام؟ اوكي هلا تسلسل الدي ان اي الكودونات اللي على الدي ان اي كانت اي اي سي جي جي تي سي تي سي جي جي اي تمام؟ بالمقابل الكودونات اللي على الام ار ان اي المقابله لها او الكودونات اللي اللي هي الكوبي لإلها يو يو جي سي سي اي جي اي جي سي سي يو هي تسلسل حموض الاميني لاحظ لما صار عندي حذف لهاي معناته راح تنحذف عندي هون وبمعنى اخر خلينا نشوف تسلسل الدي ان اي بعد ما صار عندي حذف كيف راح يصير تسلسل الجين أو الكودونات اللي على الجين. طلع علي بعد ما صار عندي الحذف أصبح عندي الدي إن عن إيه كالتالي: أي أي سي، هلأ هاي انحذفت، تمام؟ راح يصير عندي جي تي مع سي، لأنه أنا بعرف لازم تكون عندي الكودونات ثلاثية، تمام؟ هلأ التي، هاي، تي سي، جي، أوكي؟ هي هون، بعدين الجي. ايه مع إلى آخره تمام؟ اوكي، هلا لو أنا إجيت على الام ار إن ايه المنسوخ راح يصير كالتالي: يو يو جي سي ايه جي، هلا ايه جي سي وسي يو إلى آخره هلا لو أنا إجيت على الأصلي قبل حدوث الطفرة يو يو جي يو يو جي تمام هلا هلا سي سي إيه بطل سي سي اي صار سي اي جي إذا صار عندي هذا كودون مختلف عن هاد تمام هلا جي اي جي أصبح اي جي سي برضو هذا اختلف هلا سي سي يو صار عندي جي يو لاحظ صار عندي الكودونات اللي موجودة على الام ار ان اي كلها صار لها ازاحة لأنه أصلا صار عندي ازاحة لهدول يعني لا الـ الكودونات اللي على الدي ان اي صار لهم ازاحة نتيجة فقدان هلأ هاي انفقدت هلأ هاي مع هاي مع هاي صار في عندي ازاحة كأنه هاي اجت هون تمام هيها اوكي هلأ جي تي السي اجت هون هيها جي تي سي هلا هون تي سي الجي اجت هون انزاحت صارت تي سي جي هاي تمام بالمقابل كمان انزاح عندي الكودون اللي بعده وهكذا على طول سلسله التسلسل الجين او الدي ان ايه كل التسلسل بتغير وبيؤدي ذلك إلى تغير في تسلسل الكودونات اللي موجودة على الإمارة وبالتالي تغير كل الحموض الأمينية لاحظ أنا عندي السي سي اي في ألانين أصبحت جي اي جي هي حمض أميني جديد هلأ الجي اي جي أصبحت اي جي سي هذا حمض أميني جديد هلا السي سي يو صارت جي يو الى اخره هذا برضه طلع عندي حمض اميني جديد وبالتالي تغير في تسلسل الكودونات اللي موجوده على الام ار ان اي وبالتالي تغير في تسلسل الحموض الأميني وبالتالي تغير في البروتين الناتج نفس الفكره كمان نفس الفكرة لو كان عندي اه اه طفرة إزاحة سببها اه اه حذف اه حسبها بقى إضافة آسفة سببها إضافة أنا عندي الـ DNA ايه هيو لو أنا أخذت مثلا طفرة الإزاحة اللي سببها إضافة وليست حذف مثلا عندي ان افترضت A T C G جي A T تي A G G C A A A هاي الدي ان هاي الام ار اي المنسوخ عندي يو اي جي سي سي تي عندي يو اسف يو عندي هون اي اي يو سي سي جي يو 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 لو انا افترضت صار عندي بدل ما هو حذف صار عندي اضافه يعني انضاف عندي ال تمام راح يصير عندي الدي ان الجديد هيو لاحظ الـ A T C. ما عليها تغيير هيها A T C هلأ دخلت الـ A رح يصير عندي الـ A G, G. لاحظ هدول زاحوا، هلأ هاي وين بتزيح؟ على اللي جنبها A مع T T تمام؟ الـ A بتزيح هون الـ A مع G G بعدين السي بتزيح مع اللي جنبها سي ا ا لاحظ صار عندي ازاحه ازاحه لكل الكودونات اللي هون وبالتالي راح يصير عندي ازاحه على الام ار ان اي المنسوخ تمام الام ار ان اي المنسوخ راح يصير عندي يو اي جي هلا يو سي سي يو اي اي يو جي سوري سي. سي وعندي جي يو يو هلا تخيل انه صار عندي الام كل الكودونات اللي عليها اتغيرت لانه صار عندي ازاحه للكودونات اللي موجوده على الام ار فصار عندي ازاحه للكودونات اللي موجوده عندي هون اليو اي اي صارت عندي هون يو سي يو اي اي هيها زاحت A مع اليو وهنا صار عندي يو سي سي زاحت السي سي مع اليو وهنا صار عندي الجي يو يو زاحت الجي مع اليو يو فصار عندي ازاحه على طول الام ار ادى الى تغير في تسلسل الحموض الامينيه تمام واصبح عندي تغير كبير في البروتين الناتج اعطتني بروتين خاطئ وهي بنسميها طفره ازاحه إزاحة لأنها تؤدي إلى إزاحة جميع الكودونات اللي موجودة على جزيء ان mRNA المنسوخ ويؤدي إلى تغير كبير في البروتين الناتج تمام إذا نرجع كمان مرة إذا هلا زي ما حكينا لو قلنا نعرف طفرة الإزاحة أو ما سببها نفس الإشي التعريف وهي طفرة تحدث بسبب إضاء اما اضافه زوج او عده ازواج من القواعد النيتروجينيه الى الجين او حذف زوج او عده ازواج من القواعد النيتروجينيه من الجين وبذلك تحدث اذا زاحل الكودونات في زي الامار المنسوخ نتائج هاي الطفره اولا حدوث تغير كبير في الكودونات وهو ما يسبب تغير في سلسله البروتين الناتج فرجتكم كيف بيحدث تغير في الكودونات او السبب الثاني توقف بناء سلسله البروتين نتيجة حدوث تغير في أحد الكودونات ليصبح كودون وقف، يعني مثلا عندي هون ممكن أنا صار عندي تغير في التسلسل وأعطاني هون كودون انتهاء أو كودون وقف، فبالتالي طفرة إزاحة أدت إلى كودون وقف. هون مثلا أو ممكن تكون طفرة إزاحة أدت إلى تغير زي هون عندي مثلا طفرة إزاحة أدت إلى تغير في تسلسل الكودونات المحمولة على ان ايه وبالتالي تغير في تسلسل الحموض الأمينية وتغير في البروتين الناتج أو النتائج هي أول نتائجها أو ممكن يكون عندي من نتائجها إنها تعطيني كودون وقف أو كودون إنها تكون البروتين آه وتؤدي الى آه توقف في ترجمه البروتين وتكوين عديد في بعض الطلاب بيسال مثلا كيف ممكن تيجي الاسئله على هذا الموضوع اول شيء هي بيجيب لك علل زي العللات اللي انا حكيت لك اياها يا بقول لك اذكر نتائج الطفره الموضعيه او عرف الطفره الموضعيه عرف طفره الازاحه اذكر نتائج طفره الازاحه او بيجيب لك رسمه بدك تعرف شو نوع الطفره هلا رحنا احنا نرجع للرسمات اللي موجودة بالكتاب هلا بس في شغله بدي الطالب يعرفها انه كيف بدي اميز اذا كانت الطفره موضعيه او طفره ازاحه دائما الطفره الموضعيه هي طفره تحدث زي ما حكينا على الجين طفره استبدال تمام وبالتالي عدد القواعد النيتروجينيه اللي بتكون على الدي ان اي وعلى الام ار لا يتغير يعني مثلا انا عندي هون طفره مثلا ادت الى تكون حمض اميني جديد آه كيف بدي اعرف انه هاي الطفره مثلا كيف بدي اعرف انها هل هي موضعيه ولا ازاحه باجي بعد الكودونات او القواعد النيتروجينيه الموجوده على الديانة ان اي وعلى هون عندي مثلا آه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر اتناش هلا المنسوخ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11, اتناش, اتناش. عدد القواعد النيتروجينيه الموجوده على الدي ان واللي على الام ار ان 12 ما تغير ليه لانه التغيير صار بس استبدال بدلنا واحده بواحده هاي الطفره بعرف انها طفره موضعيه كيف بدي اعرف انها موضعيه صامته مخطئه التعبير اذا إيه بطلع على البروتين اذا في تغير اذا البروتين نفسه بعد حدوث الطفره بعرف انها صامته اذا اعطتني بروتين جديد مختلف بعد حدوث الطفرة بعرف إنها مخطئة التعبير لكن إذا أعطتني كودون انتهاء بعرف إنها طفرة غير معبرة شرط إني أعد القواعد النيتروجينية على ان قبل الطفرة على الامار قبل حدوث الطفرة وبعد حدوث الطفرة على الدي ان اي وعلى الامار بيكون نفس العدد تمام في حين طفرة الإزاحة نفس الإشي لو أنا إجيت لطفرة الإزاحة اللي هي ناتجة عن إضافة برضه لو عديت الكودونات اللي موجودين على ال او الام قبل حدوث الطفرة وبعد حدوث الطفرة يعني هون مثلا كان عندي على الدي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اثناش ثلاثة عشر نتيجة الاضافة راح يكون عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذا زادت عندي قاعدة نيتروجينية حتى لو على الإم آر إن عديت وطلع عندي نفس النتيجة زيادة قاعدة نيتروجينية بيعني إنه هاي طفرت ازاحه اذا انا هيك عرفت كيف اميز بين طفره الازاحه والطفره الموضعيه من خلال عد القواعد النيتروجينيه الموجوده على سلسله الام ار قبل حدوث الطفره وبعد حدوث الطفره بميز الموضعي من الازاحه الازاحه الموضعيه بتضلها ثابته عددهم نفسه لكن الازاحه بتغير اما بالزياده او بالنقصان طيب شباب هلا انا بدي منكم الرسمات اللي في الكتاب نفس ما انا شرحت عندي الموضعيه مثلا هون قبل حدوث الطفره صار عندي استبدال استبدلت التي بالاي تمام عدد الكودونات نفسهم او القواعد النيتروجين نفسهم الدي ان اي استبدلت استبدلت التي بالاي وبالتالي نتج عندي تغير في الكودونات الموجوده على الام ار ان كان عندي الكودون هون سي اي جي الكودون هون اصبح سي يو جي اذا هاي استبدال ادى الى تغير في الكودون الموجود على الام ار تمام هاي معنى طفره موضعيه وحالات الطفره الموضعيه حكالي اللي هي الصامته وال التعبير والغير معبره لاحظ انا عندي هون مثلا صار عندي طفره استبدلت الجي استبدلت بالاي واعطتني آه بدل آه الكودون آه جي جي سي صار عندي جي آه جي يو جي جي يو لكن اعطاني الجلايسين نفسه الحمض الأميني نفسه معناته هي طفره آه 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 صامته ليه لانها اعطتني آه آه كودون لنفس الحمض الاميني ضروري ندرس الرسمات من الكتاب وهون نفس الاشي برضو اعطتني آه آه طفره نتج عنها الجلوتامين تغير صار عندي فعلين اذا هي عبارة عن طفرة موضعية لكن مخطئة التعبير اعطتني حمض اميني خاطئ تمام في عندي هون طفرة غير معبرة ليش لانها ادت اعطتني الطفرة ادت الى تكون كودون انتهاء كودون انتهاء ادى الى توقف بناء البروتين واعطتني بروتين ناقص هلا طفرة الازاحة لو بنلاحظ في عندي هون آه آه الازاحه اللي حدثت على الام ار ادت الى تغير في تسلسل كل الحموض الامينيه لانه صار عندي تسلسل في او ازاحه الكودونات الموجوده على الام ار تمام ادى هذا الكلام الى تغير آه في كل الحموض الامينيه يعني كان عندي ميثيونين هلا لايسين في عندي الفينيل الألانين صار ليوسين الجلايسين صار الانين اكثر من حمض أميني تغير معناته هي طفره ازاحه وبرضه لو عدينا الكودونات على الام ار ان قبل حدوث الطفره والكودونات على ال ار ان في بعد حدوث الطفره بلاحظ ان في عندي فيها زياده او نقصان من هون بعرف انه في عندي طفره ازاحه واحيانا طفره الازاحه بيكون برضه تاثيرها كبير اذا اعطتني كودون وقت يؤدي الى توقف بناء البروتين الان سوف نبدا بالطفرات الكروموسوميه الطفرات الكروموسومية آه طبعا آه آه تقسم الطفرات الكروموسومية إلى نوعين طفرات تغير في تركيب الكروموسوم وطفرات تغير في عدد الكروموسومات الطفرات التي تغير في تركيب الكروموسوم يعني نفس تركيب الكروموسوم بصير في عليه تغير إما بفقد جينات أو بنضاف له جينات زيادة فيا بطول الكروموسوم يا بصير قصر في الكروموسوم او ممكن ترتيب الجينات على الكروموسوم يصير له عكس، اذا انا عندي هون نفس الكروموسوم حدث فيه تغيير في تركيبه، تمام؟ هلا من الطفرات التي تغير في تركيب الكروموسوم اول شيء طفره الحذف تمام؟ طفره الحذف وعندي النوع الثاني طفره التكرار، والنوع الثالث طفره تبديل الموقع، النوع الرابع طفره القلب، اذا اربع يعني تصنف الطفرات التي تغير في تركيب الكروموسومات او تركيب الكروموسوم الى اربع انواع، طفره حذف، طفره تكرار، طفره تبديل موقع، طفره قلب، ضروري اعرف كل وحده ايش سببها وايش تاثيرها في الكروموسوم، سببها وتاثيرها في الكروموسوم، مثلا طفره الحذف سببها ازاله جزء من الكروموسوم والتحام القطع المتبقيه من الكروموسوم معا تمام؟ وبما انه حذف تأثيرها رح يكون حدوث نقص في عدد الجينات التي يحملها الكروموسوم. كيف هذا الكلام؟ طيب، وأنا إجيت أخذت عندي هاي عندي الكروموسوم الأصلي وأنا بعرف إنه الكروموسوم طبعًا هاي قطعة مركزية. وعارفين القطع المركزيه اللي, اللي بتربط الكروماتيدات مع بعض آه لو فرضنا انه هذا الكروموسوم بتكون من الجينات آه التاليه الجين A والجين B والجين C تمام هي وفي عندي كمان الجين D والجين E والجين F هذا الكروموسوم قبل حدوث الطفره هذا الكروموسوم آه مكون من هاي الجينات A وB وC وD ويوقف قبل حدوث الطفرة بعد حدوث الطفرة يصبح تركيب الكروموسوم التالي عندي A و وعندي A أو خلينا نحكي A و تمام عندي A و وهاي القطعة المركزية وعندي دي و e وإف اف لاحظ لو انا اطلعت اعطاني رسمة في الامتحان وحكالي حدد نوع الطفرة طبعا هاي طفرة كروموسومية ونوعها طفرة حذف كيف عرفت انها حذف لاحظ ال A B C D F بعد حدوث الطفرة صار عندي A C D E F البي مش موجودة إيه. إذا هي طفرة حذف ماشي كيف إنه قطعة من الكروموسوم اللي هي القطعة بي هاي فقدت تمام وتم التحام القطعة المتبقية أقصد القطعة هاي التحمت مع القطعة هاي تمام وصار عندي الكروموسوم A بدل A B C بدل A B C صار عندي A C لأنه بي راحت وهاي تأثيرها تؤدي إلى نقصان في عدد الجينات التي يحملها هذا الكروموسوم نقص عدد الجينات بعد ما كان عندي ست جينات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة صار عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس جينات إذا هي طفرة حذف تمام نيجي لطفرة التكرار طفرة التكرار سببها عندما ينقطع جزء من الكروموسوم لاحظ هاي الطفرة الحذف حدثت في نفس الكروموسوم نفس الكروموسوم فقط قطعة تمام أو تم حذف جين من هذا الكروموسوم، إذا هاي الطفرة حدثت على الكروموسوم نفسه، طفرة الحذف على الكروموسوم نفسه. تمام. لو أجيت لطفرة التكرار، سبب طفرة التكرار أو متى تحدث؟ سببها عندما ينقطع جزء من الكروموسوم ويرتبط بالكروموسوم المماثل له. كروموسوم مماثل له، إذا هاي تحدث ما بين كروموسومين متماثلين. تمام؟ إذا عندما ينقطع جزء من الكروموسوم ويرتبط بالكروموسوم المماثل له فيصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء إضافي لأحد أجزائه، إذا تأثيرها ما تأثيرها؟ يصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء إضافي. هي الطفرة تحدث بين كروموسومين متماثلين اللي طفرة التكرار، الفكرة كالتالي: يعني أنا عندي أول كروموسوم هي هذا كروموسوم. هي قطعة مركزية. هاي الجينات اللي على الكروموسوم الأى والبي والسي والدى e والأى والأف، هلأ هذا الكروموسوم المماثل اله تمام هاي القطعة المركزية وهي الأى والبي والسي والدى والأى e والأف هدول كروموسومين متماثلين حسب تعريف طفرة التكرار أو سببها إنه يتم إزالة أو قطع جزء من الكروموسوم هي هذا الجزء القطع اللي هو B أو الجين B ونضاف للكروموسوم المماثل له كيف عرفنا إنه مماثل في نفس الجينات A B C D E F A B C D E F نفس الجينات إذا انقطعت جزء من هذا الكروموسوم ونضاف للكروموسوم الاخر المماثل لإله واصبح بعد حدوث الطفرة الكروموسوم هيك صار عندي هون كروموسوم جديد A B B من وين اجت ال B من الكروموسوم الثاني المماثل له و C وهون صار عندي D E F تمام اذا لاحظ انه انا عندي الطفرة هاي تأثيرها أول إشي تحدث بين كروموسومين متماثلين هاي أول شغلة الشغلة الثانية تأثيرها يصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء إضافي اللي هي البي جزء إضافي لأحد أجزاء هذا الكروموسوم تمام بس هون لو نلاحظ إنه يقابل كل تكرار يقابله حذف يعني هون الكروموسوم الأصلي إيش صار فيه؟ انحذف منه قطعة أو انحذف منه جين، صار عندي الكروموسوم الأصلي A C D E F، إذا يقابل كل تكرار يقابله حذف، ليه؟ لأنه الكروموسوم المماثل له انحذف منه قطعة وانضافت إلى الكروموسوم الآخر، ماشي؟ أدى إلى أنه الكروموسوم اللي انضاف له قطعة صار فيه تكرار، والكروموسوم اللي نقص قطعة أو اللي فقط قطعة صار فيه حذف اذا منع الطفره طفره تكرار تاثيرها تؤدي الى يصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء اضافي لاحد أجزائه وهي تحدث بين كروموسومين متماثلين لاحظ الفرق بين طفره الحذف وطفره التكرار انه طفره الحذف تحدث في الكروموسوم نفسه في حين التكرار تحدث بين كروموسومين متماثلين اولا ثانيا انه الحذف سببه إزالة جزء من الكروموسوم والتحام القطع المتبقية من الكروموسوم معا، تمام؟ وتؤدي إلى نقص عدد الجينات التي يحملها في حين التكرار، إن قطع عندما ينقطع جزء من الكروموسوم ويرتبط بجزء بالكروموسوم المماثل له، فيصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء إضافي لأحد أجزائه. هلا النوع الثالث من الطفرات التي تغير في تركيب الكروموسوم طفرة تبديل الموقع، طفرة تبديل الموقع سببها قطع جزء من طرفي قطع جزء من طرفي او جزء طرفي سببها قطع جزء طرفي من الكروموسوم ثم انتقاله الى كروموسوم اخر غير مماثل اذا طفره تبديل الموقع تحدث بين كروموسومين غير متماثلين اذا الفرق بين تبديل الموقع والتكرار انه هاي تحدث بين متماثلين هاي تحدث بين كروموسومين غير متماثلين وطفرة تبديل الموقع تاثيرها تؤدي الى تبديل مواقع الجينات على الكروموسومات غير المتماثله تمام في حين تاثير التكرار يصبح لدى الكروموسوم المماثل جزء اضافي لاحد اجزاء هلا هاي الطفره تبديل الموقع بتبين لحالها ببين معك انه في عندي كروموسومين بيشبهوش بعض او كروموسومين ترتيب او الجينات اللي عليهم آه ما بيشبهوش بعض آه كالتالي يعني مثلا لو كان عندي هذا الكروموسوم هي هذا الكروموسوم A B C هدول الجينات اللي عليه وفي عندي D و E و هدول الجينات اللي على الكروموسوم هذا الكروموسوم الثاني الغير مماثل له تمام آه اللي هو عبارة عن G و H وهي القطعة المركزية تمام و I و J و K و -L. هدولة الجينات اللي موجودين تلاحظ كروموسومين غير متماثلين بس اشوف كروموسومين غير متماثلين تمام بعرف انه هاي طفرة تبديل موقع وسببها انه جزء من طرفي الكروموسومات بصير له قطع يا من هون يا من هون وبعدين القطعة هاي بتنتقل هون والقطعة هاي بتنتقل هون أو القطعة هاي بتنتقل هون والقطعة هاي بتنتقل هون وتأثيرها يؤدي إلى تبديل مواقع الجينات يعني تبدل مواقع الجينات اللي على الكروموسومات كالتالي هاي بعد حدوث الطفرة بصير عندي الكروموسوم اللي فوق كالتالي هاي عندي A B C صار عندي تبديل في الطرف هذا آه اي او جي خلينا نحكي جي كي ال تمام الكروموسوم الثاني طبعا التبديل صار في الطرف هذا معناته الطرف هذا جي و اتش تمام في عندي آه صار عندي هون آه ضلت عندي آه الاي وانتقل عندي ال D والاف E -W F لاحظ الدي D والاف -E وال انقطع جزء من طرف الكروموسوم والكروموسوم الثاني انقطع برضه جزء من الطرف هيو وصار تبديل هذا اجى محل هذا وهذا اجى محل هذا وبالتالي الكروموسومين بعد الطفره صار هذا الكروموسوم تغير انضاف له أو تبدلت مواقع الجينات الجينات اللي كانوا هون صاروا هون والجينات اللي كانوا هون صاروا هون إذا هاي طفرة تبديل موقع وزي ما حكيت بتبين طفرة التبديل الموقع إنه الكروموسومات مختلفين أو إنه الجينات اللي على الكروموسومات هذا الكروموسوم A B C D E F هذا G H I J K L كروموسومين مختلفين إذا هي طفرة أو غير متماثلين هي طفرة تبديل موقع تمام إذا تحدث طفرة تبديل الموقع بين كروموسومين غير متماثلين، نيجي للطفرة الرابعة والأخيرة اللي هي طفرة القلب، سببها ما سبب طفرة القلب انفصال قطعة من الكروموسوم نفسه، يعني تحدث على الكروموسوم نفسه زيها زي الحذف مثلا الحذف تحدث على الكروموسوم نفسه، التكرار تحدث بين كروموسومين متماثلين. تبديل الموقع تحدث بين كروموسومين غير متماثلين اما طفره القلب تحدث على الكروموسوم نفسه ما سببها انه انفصال قطعه من الكروموسوم ثم ارتباطها مره اخرى بصوره مقلوبه في الجهه او من الجهه المعاكسه لجهه انفصالها يعني بالعكس بصير بتلتحم بطريقه عكسيه وتاثيرها تاثيرها يؤدي الى عكس ترتيب الجينات في هذا الجزء من الكروموسوم وهي تحدث كالتالي أنا عندي لو أنا قلت هاي الكروموسوم الأصلي هاي الأي والبي والسي هدول الجينات اللي عليه وفي عندي الدي والإي -E والأف تمام هاي قبل الطفرة بعد حدوث الطفرة صار عندي الكروموسوم كالتالي هي الأ و الإي e و الدي وهي القطعة المركزية و السي و الـ F. لاحظ انقطعت القطعة هاي هيها صار فيها انفصال، هيها انفصلت هاي القطعة هيها والتحمت بصورة معاكسة معاكسة يعني بالعكس يعني هاي لما انقطعت القطعة التحمت بالعكس صارت عندي هيها هاي الأصلية هون إيه وهي عندي الإي وهدول انعكسوا صار عندي الإي بعدين الدي وبعدين هاي الدي وفي عندي الإي والدي والسي والبي وهي القطعة المركزية بالنص يعني انعكست القطعة هاي التحمت بالعكس صارت الاي هون تمام وبعدين الدي وبعدين السي وبعدين البي اذا هاي طفرة القلب كيف بتيجي الاسئلة هذا الدرس يا توجيهي اما بقول لك ما سبب طفرة الحذف وتاثيرها في طول الكروموسوم او تاثيرها في الكروموسوم او في تركيب الكروموسوم ما سبب التكرار وتاثيرها ما سبب تبديل الموقع وتاثيرها ما سبب القلب وشو تاثيرها او بيجيب لك الرسمات زي هاي مثلا هون قبل الطفره وبعد حدوث الطفره شو نوع الطفره هل هي تركيب او عدد كروموسومات طبعا الطفره تغير في تركيب الكروموسوم شو نوعها حذف قلب حسب ما انا شرحت لك في الرسمات هاي هيك بتيجي الأسئلة على هذا الدرس هلا النوع الثاني من الطفرات الكروموسومية الطفرات التي تغير في عدد الكروموسومات هاي الطفرات التي تغير في عدد الكروموسومات في لها سببين السبب الأول عدم انقسام السيتوبلازم أثناء الانقسام الخلوي وهذا الحكي يحدث في بعض النبات يعني أنا عندي هاي الخلية لو فرضنا فيها زوجين من الكروموسومات يعني أربع كروموسومات هلا قبل انقسام الخليه احنا حكينا تتضاعف الكروموسومات تمام هيها وبعدين بنقسموا المفروض انه بتضاعفوا صاروا ثمان كروموسومات عشان تنقسم وتعطيني خليتين كل خليه فيها اربع كروموسومات تمام يعني الاربع كروموسومات صاروا ثمانية عشان ينقسم يعطيني خليتين كل واحدة فيهم اربعة اربعة اللي بصير انه بتضاعف الكروموسومات ولا ينقسم السيتوبلازم بنقسم هدول الكروموسومات عن بعض هاي الاحمر والازرق بصير كل واحد لحاله هاي الاحمر والازرق بنقسمه عن بعض هدول الكروموسومات ولا ينفصل او لا ينقسم السيتوبلازم عشان ينقسموا لخليتين آآ آآ كل واحدة فيهم أربع كروموسومات وبالتالي بتضاعف عدد الكروموسومات وتبقى الخلية تحتوي على عدد كروموسومات متضاعف عشان هيك تغير عدد الكروموسومات كانت الخلية فيها أربع كروموسومات صار فيها ثمان كروموسومات أو كانت الخلية 2N صارت الخلية 4N بدل ما كانت زوجين أو عدد زوجي صارت 4N عدد مضاعف من الكروموسومات طبعا هذا الحكي مش مطلوب منكم بس انا بدي اوضح لكم انه بعد ما يتضاعف الكروموسومات لا ينقسم السيتوبلازم وبالتالي بزيد عدد الكروموسومات الخليه وهذا الحكي يحدث في النباتات اذا احد اسباب التغير في عدد الكروموسومات عدد الكروموسومات انه عدم انقسام السيتوبلازم هيو عدم انقسام السيتوبلازم اثناء الانقسام الخلوي اما السبب الثاني عدم انفصال الكروموسومات المتماثله او الكروماتيدات الشقيقة أثناء الانقسام المنصف، وهذا الحكي عدم انقسام الكروموسومات المتماثلة أو عدم انقسام الكروماتيدات الشقيقة في الانقسام المنصف يؤدي لتكوين تكوين إن زائد واحد أو إن ناقص واحد. إحنا بنعرف إنه الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية 2 إن لازم تنقسم انقسام منصف عشان تعطيني 1 إن 1 إن اللي هو هون جاميت وهون جاميت. تمام الجاميت 1 ان يعني احادي يعني المجموعه الكروموسوميه 2 ان يعني ثنائي المجموعه الكروموسوميه 2 ان يعني الكروموسومات بتكون على شكل ازواج تمام هاي 2 ان بنقسمه من انقسام منصف بتعطيني 1 ان الكروموسومات على شكل مجموعات فرديه بطلت زوجيه بطل كل زوج من الكروموسومات مع بعض صار عندي اعداد فرديه من الكروموسومات اللي هي الجاميت اللي هو ان ان هلا هذا الان اما اذا حدث عندي طفره سببها عدم انقسام الكروموسومات او انفصال الكروموسومات المتماثله او الكروماتيدات الشقيقه هذا الجاميت اللي هو 1n بصير 1n زائد 1 او 1n ناقص 1 يا اما الn بزيد واحد يعني 23 كروموسوم بزيدوا واحد بصيروا 24 كروموسوم او بينقصوا واحد بصيروا 22 كروموسوم وهذا الحكي اللي انا بدي اوضحه هلا